خلينا نشوف مثال لبعض هذه الحملات. معانا على التليفون المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر. صباح الخير يا فندم. اهلا يا فندم، زي صح. اهلا بحضرتك. والحقيقه مدينه 6 اكتوبر من المدن اللي كان فيها زي ما بنقول لها نصيب، برضو مش هنقول نصيب الاسد، بس كان لها نصيب كبير من التعديات، وخصوصا بعد ثوره 25 يناير. عايزين نعرف ايه بقى الخطوات اللي تم اتخاذها. اتفضل. واحنا يا فندم حصرنا التعديات اللي هي على ارض الجهاز اللي طالع بيها قرارات جمهوريه، فاتضح ان في حوالي 10500 فدان متعدى عليهم بثلاث جمعيات. احنا امبارح الحمد لله بالتنسيق مع المحافظه ومديريه الامن وشرطه التعمير وامن الجهاز، طلعنا استردينا 5500 فدان خاصة بجمعية الإعلاميين. وطبعا نزلنا الإشغالات اللي عليها وتسلمت للجهاز لتخطيطها وبناء عليها حاجات لصالح مواطنين مصر كلهم. يعني دي المفروض ان هي جمعيات اخذت الارض وعملت اشهار وكل ده من غير ما يكون في اي شيء بينها وبين الدوله، يعني وضعت ايدها على حضرتك. ده تعدي حضرتك، وجمعيات كانت بتتشكل للاستيلاء على بعض الاراضي وبعد كده توزعها وتبيعها وتتفك، ما تلقاش الجمعيه فين والاراضي تبقى الصحراء زي ما هي ومحجوزه البلد اولى بيها. يعني بالتاكيد. طب والحمله اللي جايه ان شاء الله قريب امتى؟ فاضل 5500 فدان. النهارده في حمله برضو، وبكره علشان نكمل استرداد ال 11500 فدان. يعني النهارده مشيت ربنا، يعني بعد نهايه الحمله فاضل ال 5500 دول ان شاء الله 6 اكتوبر تبقى خاليه من اي وضع يد. استردينا 5500 وباقي 6000 فدان. ال 6000 دول يبقى خلاص 6 اكتوبر كلها رجعت، مفيش اي وضع يد في مدينه 6 اكتوبر حتى تاريخه ما يبقاش فيه اي تعديات حضرتك. تمام، جزيل الشكر مهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر، وبالتوفيق. حاجه تفرح بجد يا محمد. بجد يعني زي ما شفنا البلدوزر ما بيرحمش، يعني البلدوزر ما بيرحمش، مفيش حد فوق القانون، هنفضل نقولها دايما، مفيش حد فوق القانون. والعداد بيعد خلاص، احنا الميعاد اخر الشهر ده، يعني فاضل 10 ايام. كل يوم في حملات بتحصل في محافظات مصر كلها، ده حق الشعب وحق المصريين. وخلاص بقى الصفحه بتاعت نهب الاراضي وكل واحد يحط ايده على الاراضي، اظن انها الصفحه دي خلاص اتقفلت للاخر.